خلينا اكلمكم بقى على استاذنا ومدربنا على اخونا وصاحبنا. هو خبره اكثر من 20 سنه في فن الايقاع والعزف على كل الالات الشرقيه. حصل على دراسات حره في النوتة الايقاعيه ودروب الايقاع. شارك في العديد من الحفلات الموسيقيه في كل انحاء العالم، وشارك في الاوبرا الايطاليه. عضو في نقابه المهن الموسيقيه، مدير فرقه التنوره التراثيه، صاحب وصانع السعاده. ارحبوا معايا بيسيو امير امام. بس